السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أوروفين اكتزاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنسوش تبارطاجوا لي فيديو تاعنا ودونا بتعليق خاوتي باش تتابعوا ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. بلا ما ننسى تابونوا عندنا ان شاء الله في القناة السياحة وري فلوجرز، فيها تاع السفريات، وان شاء الله فيها عدة فيديوهات، وغادي نزيد لكم دي فيديوهات قمة حول أدغال إفريقيا، حول السفريات القادمة بإذن الله، نصائح على التأشيرات، نصائح على السفر، إن شاء الله تنضموا لها بإذن الله. وبلا ما تنسوا الموقع الإلكتروني تاعنا اللي فيه كل أخبار. فوالا خاوتي، اليوم حنتكلم على تصريح قوي من عنتر يحيى المناجر والمدير العام لنادي اتحاد العاصمة. قام بتصريحات أمس، انتفض، قال لك أنا مكنتش حاسب الكرة الجزائرية بهذا الانحراف. التحكيم قال لك، ندد بالتحكيم بالحجرة لنادي اتحاد العاصمة ضد مقرة أمس. بدأ يشوف الأمور تاع الكرة الجزائرية مش سهلة. نصحناه أو في بداية الموسم باللي مستواك ماهوش مستوى باش تكذب باش تحكم نادي جزائري، غادي تشوف امور في الجزائر انحراف. لو كان ما تروحش في الكواليس مسؤول عن ما تدي اوكان تير، خاصه نتايا غادي تسمعوا لا ديكلاراسيون تاعها، خاصه انت عندك بريسون كحله عليك في اليوسما. لو كان ما تحتاج ثلاث مراتب الاولى ستكون العواقب وخيمه لك مع الانصار اتحاد العاصمه. تعرفوا الانصار الجزائريين بدون استثناء يبغوا النتائج، راك تعرف بريسون كحله اللي خدت دي تي واحد من تيس. للاسف هذا هو وضع الكره الجزائريه. انت ما نتمنولكش، نتمنولك غير الخير، لانك انت رمز من رموز الكره الجزائريه. فرحتنا في 2009 في ام درمان، ولكن دخلت في فات الشخشوخه تاع الكره الجزائريه واللي تكولس. ما تكولش ما دير والو، على بالي ملي بديت تكولس. ولكن البارح الله غالب، البارح كان عندكم مشكل مع التحكيم. قال لك كما سمعين نقولوا، حنا نتمنى لك غير الخير، انت نحبوك بزاف، ولكن للاسف غادي تسمعوا لا ديكلاراسيون تاعه. قال لكم انا نسمعكم دو ديكلاراسيون شي قال في رمضان في لاسومبلي جينيرال، قال لهم بديت نتعلم، ولكن البارح مع باين بلي مازال ما تعلم. نسمعوا خاوتي واش قال ونهضروا ان شاء الله. نسمعوا كي تشوف لو دوزيام مي طون ولو بينالتي اللي نحيه لك الاربيتر، هذه حاجه عيب عليه. كنت انا ناعم بلي قبل المباراه وناس اتصلت بيا وقالت لي حل عينك على الاربيتراج، بصح الله غالب. انا كيما تعرف الناس، انا جاي نخدم ماش باش نحل عيني على الاربيتراج ولا على ليكيب تاعي انا مع ستاف. ومن باش من بعد في نهايه المباراه يسب الامهات تاع اللاعبين في التونيل وتصرى فوضى مع لا بوليس ويهاجموا علينا، هذه ماهوش هذا هو الفوتبول، ماهوش هذا هو الفوتبول. بس مازال شامبيونا ما نهاش، بس الاربيتر اللي يسب الامهات تاع اللاعبين هذه لازم يتحمل مسؤول. شفتوا خاوتي، شفتوا تصريح تاع صانع ملحمه ام درمان عنتر يحيى. قال لك جيت انا نخدم الفوتبول، جيت نشتغل، ما جيتش انا نتبع الاربيتر واش يقول. ولكن عندك خويا اللي تبع على البيت واللي يخدمك، اللي تضرب على الاربيتراج، اللي تضرب في الكواليس، اللي كلش باش دير نتيجه في الجزائر، غير هكا فوتبول. اللي تكون عندك حمايه كبيره مكولس، عندك المعرفه، عندك كلش. ما فهمناش واش راه صاري في هذه الكره الجزائريه. هذا الحكم بوزرار امس اللي للاسف هذا بوزرار كان طيح لي جوار تاع الياسما بهمتهم، عيب كبير. هذا مزرار اصلا راه في راه يعين دراع، باسكو هذا هدد ال تاع التحكيم، لجنه التحكيم تاعنا بشاري هده، قال له دوموندا اودونس باش يتلاقى مع عمارة الفاف المعين باش يندد بالتجاوزات تاع بشاري، وقال له نفضحك ونجبد لك كاع خرايبك واش راك دي ديزينياسيون. قال له كون ما تعينيش ولا بريفرس الله، راه هذا دوزيام ماتش راه يعين فيه. هنا تعرف بلي الامور
لا تبشر في الخير في الكرة الجزائرية. للأسف للأسف رانا في بطولة منحرفة، بطولة مافياوية، القوي يأكل في الضعيف. كاين عدة تجاوزات غادي نتكلموا عليها خاصة مع التلفزيون العمومي، تجاوزات كبيرة غادي في لا ديزينياسيون تاع الاربيتراج، تواطؤ من التلفزيون العمومي. الله يا مازال نجوك يا بشار على زفر تاعك مع عصام عبد الفتاح مع ابو خالفة. للاسف للاسف خيبت الظن، خيبت الظن. غادي نزيدو نسمعوكم وش قال عنتر صافي 3 موا من كان بلي صايب بديت نعرف الكوره، ولكن مازال ما تعرف عنتر خويا. مازال هذا لابي لابي بوزرار دار فيك التيل البارح، ما على باليش يقول بينالتي ما عطاوهاليش. هذول هذيك انا ما شفتش اللقطات باش نحكم، ولكن كاين تواطؤ في التلفزيون الجزائري ماهمش يبيوروا اللقطات. نسمعوا واش قال عنتر صافي 3 موا. عقبنا يعني على فتره صعيبه في ديبي سيزون، واحد لازم يقرا شويه لونفيرونمون، المحيط كما نقولوا بالعربيه، المحيط واحد يقرا شويه ويفوت القرايه اللي قريناها باش يعرف شويه. هذا مام مع لاسومبلي جينيرال واحد يعرف كومون كيفاش تسير الامور هنا، و ابارتيغ دو لا اون بوكو اون شونجي شويه لي شوز، والحمد لله الحمد لله. قال لك بديت نقرا التخرويط تاع الكره الجزائريه ونعرف باللي هيا يا شخشوخة، ولكن ما قدرتش عند الخويا لم تقدر لأنه ما تبتع ديابة 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 ديابة، وانت بديت تخلط بديت تدير بس عليك ما تطيق لهمش. عاب عليك صاحب، هادو متمرسين، هادو انحراف، هادو فساد، هادو كلش. هادو هاد الناس اللي انا اللي قاعد من الكرة الجزائرية، من رؤساء، من مناجرة، من حكام، من لجان انصار، كاع كاع داروا شخشوخة وكاع فساد. يلي شكون الاربيت غادي يخدمني؟ خدموا لي الاربيت، خدموا لي ديك. شوف تقدر تخلص اربيت باش يكون اونت معاك، نورمال في الجزائر عادي عادي. والله نايضه شخشوخه كبيره هاد الايامات. لا بريف ديزيناسيون تاع الاربيتراج منا ما كان لا بشاري لا والو، غير كان يهفينا بشاري. عمارة الفيف غائب عن الساحه. دروك عنتر خويا شنو نقول لك؟ النتائج اللي غادي تحكم العمل تاعك غير فوتها. ما تتكلاسيش في البوديوم غادي يقنبلوك. يا اسمع هاني غادي قام بلوك خويا، النتائج هي اللي تهضر. الله الله يكون في عونك مع هاد مع لي زانجيريا. انا ما عليهم علي باش ندخل روحي في البطوله المحليه، وما واحد يقول لي خطره واك دبل جوج انسو تاع لامسيور وان بروبوزو كو بريزيدون تاع لامسيور يديروا بعدوني غادي يديروا راني هكا وما نستاهلك. اذا بونسي انا نقول انا يطيحوا لك بامك، مي ولا اربيتي يطيح بامها تاع الناس بقاش ورجله مستجر على بشاري هذا ابو زرار وراك رايح. كارثه كارثه. ما بقاش كره جزائر يا خاوتي. نقول لكم حاجه، نقول لكم حاجه، كاش ما نجي هكا موهبه عند الله وصي. كارثه كارثه. تحيه لكم خاوتي وفي مدينه الفيديوهات ان شاء الله، والله يحسن على طريق شباب. هذا هو واقع الكره الجزائريه، واقع. وهذا هو هذا هو من نجم الشمس. وين غادي يروح؟ وين غادي يروح؟ وين غادي تروحوا يا زلمه؟ انت الخلاع قال لك انا نخدم مع الوحوش. وحوش مزيه رايتو شي صالير شباب مزيه شالير ولادهم يقروا في الفي اي بي مزيه، ماشي صالير شباب عزرا كرهبل، والصالير هو اللي راه شاده ان شاء الله. تحيه لكم خاوتي وفي مزيد الفيديوهات، وما تنساوش كما قلت لكم تبارطاجوا لي فيديو تاعنا، وخاصه تنضموا الى قناه السياحه هو الفلوجرز تاع السياحه، وتنضموا تاعنا الانستغرام تاع اونو فينك ديزات. راكم تلقوا كل شيء في الـ في الـ في لا ديسكريبسيون هذيك تاع تاع الاخر تاع تاع الفيديو. تلقوا الفايب، تلقوا عفوا تلقوا الانستغرام، تلقوا كل الروابط تاعنا. تحيه لكم خوتي وانت في لاجيلو، والسلام عليكم.